قلبي ودي حياتي ودي كل حاجة في الدنيا، هي في اللايف بس ولا لأ؟ اه في اللايف. آه فلازم افضي نفسي يوم، ومش خسارة فيها يوم يعني، ولا يوم ولا يومين. المفروض اقعد اسبوع اجازة الصراحة، عشان خاطر دي روح قلبي وعيالي وروح قلبي وعينيا وكل حاجة. اه ف شيء زملكاوية وافتخر. آه انا عايز اقول كلمتين بمناسبة الزمالك او الاهلي، كل سنة وانتم طيبين، وانتم الاتنين تستاهلوا الخير، وفي الاخر احنا مصريين يعني. الزمالك كسب، الاهلي كسب، انتوا كده كده اللي تتفرجوا مش هتاخدوا حاجة يعني، مش هتاخدوا حاجة. ف المهم عايز اتكلم في كلمتين. انا شفت فيديو اتنين بيتكلموا على العيد ميلادات وبتاع، وحد اتكلم بصيغه التكبر، التكبر يعني، اصل العيال عيد ميلاد، اصل مش عارف ايه، اصل ايه، اصل ايه، اصل ايه، يعني اتعزموا الاول بعد كده اتكلموا حاجه. تاني حاجه شفت فيديو تاني اكسبلور، في اتنين بيتعاركوا ومش هنقولهم ومش عارف ايه، مفيش يومين وبقى في مشكله مع نفس الاشخاص. الشماتة طبعا مش حلوة يا جماعة، الشماتة طبعا مش حلوة، تمام؟ الصوت 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 الصوت. كان نفسي تحضر فرح اخويا، كان في تورتة حلوة والله، تتعوض بإذن الله. طب يا جدعان الصوت تمام ولا ايه؟ يا احمد ايه راجل فينك؟ الصوت تمام، الصوت حلو، تمام تمام. الصوت متأخر، الصوت متأخر، جاي اسلم عليك وانا وانام عشان عندي مدرسه الصبح. ماشي يا شهد، تصبح على خير. واي حد يا جماعه، يا ريت اي حد، احنا 9000 دلوقتي وانا لسه فاتح، يا ريت اي حد عنده شغل، عنده مدرسه، عنده اي حاجه بكره الصبح بدري، يا ريت يقفل اللايف بتاعي ويخش يتفرج، يخش يتفرج من تليفون اخوه او يقطع الشاشه. لا بجد والله العظيم، يا ريت اي حد عنده شغل او عنده مدرسه يقفل اللايف بتاعه ويخش، وكده كده هتلاقوا اللايف كله عند ايرور او دانجر او عابد او اي حد من الرجاله، تمام؟ يا على عامل ايه؟ مبسوط مني؟ مبسوط؟ اخوك. اه تمام يا عم، شير يا جدعان، شير شير. حوده ما تحاول تفتح بالنهار. آه باذن الله هحاول ان شاء الله هحاول. طب واسيب الليل لمين؟ واسيب الليل لمين؟ الاهلي خسر، انا بعت قلب. ايه ده؟ اقعد يا كلب، اقعد يا ارخص واحد في اقعد اقعد. بتعمل فيديو عليا انا بتحط صورتي وانا عامل كده؟ يا بلد يا ابن البلد. تمام يا جدعان، الاهلي خسر، الاهلي كسب، انا مالي؟ ما انا مش اهلاوي ولا زملكاوي، انا اصلا كنت رايح عشان خاطر صحابي عازمني في المكان اللي احنا كنا فيه، انما انا اصلا مش اهلاوي ولا زملكاوي. انا اقعد اتفرج ليه على ماتش واحرق في دمي؟ طب انا دلوقتي مثلا اهلاوي، تمام؟ الاهلي خسر، انا اللي هزعل؟ اه وقلبي ويجي لي سكر وضغط، انا مالي؟ اليكس قلبي، اليكس مساء الخير حبيب قلبي، اتقلبت بعربيه الشغل وبقيت فاضي. الف مليون سلام عليك يا صاحبي، وربنا يعوضك خير يا رب، ان شاء الله تستاهل كل خير. ايه الوسخ ده؟ يلا احنا 9000 اخ واخت. آه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وربنا يجعل في وشنا القبول، ويا رب يحب فيا خلو، وادعوا لستي بالرحمه، وادعوا لجميع امواتنا المسلمين بالرحمه يا رب. انا ما فتحتش امبارح يا جدعان، انا كان عندي عيد ميلاد الجماعه عندي، فانا كنت مجهز نفسي. واول امبارح كان عندي خبر حلو باذن الله، حاجه حلوه يعني باذن الله هقول لكم عليها ان شاء الله بس في وقتها. وانا لسه منزل فيديو دلوقتي حالا على التيك توك وانا بقلد ابويا فيه، فيا ريت ال 9000 يخشوا يكتبوا كومنتات ويرجعوا تاني. لو الفيديو وصل 50000 كومنت دلوقتي وانا معاكم، هقفل الساعه 6 الصبح. انا لسه منزل فيديو، لو جاب 50000 كومنت، لو جاب 50000 كومنت دلوقتي هقفل 6 الصبح. وانتم مجربيني وعارفين حوده في كلمته ايه. اشوف افتح التيك توك،
يا بيدو قلبي يا بيدو. اقول الفيديو جاب 80,000، اللهم صل على النبي. جاب 300 كومنت، نعمل ريفرش تاني، جاب 138 كومنت. ايه ده، انتوا ايه الدنيا ماشيه بظهرها؟ انتوا بترجعوا، انتوا بتسحبوا الكومنتات بتاعتكم تاني ولا ايه؟ انتوا بتسحبوا الكومنتات تاني ولا ايه؟ لا بص، انا بقول 50,000 كومنت، مش سالب 50,000 كومنت. يا سما مصري حبيبتي، يا سما مصري، 1000 كومنت اهو، 1000 كومنت، 1000 كومنت، تمام. نوصل 50,000 كومنت وقفل الساعه 6 الصبح. بلاش يا جماعه، معلش يبقى اعملوا لي لايك على اخر فيديو عنده. يلا يا جماعه معلش، يبقى هعمل لك بلوك والله عادي. انا بص، انا اصلا ما بحبش اللي مني، هحبك انت، مش هعمل لك بلوك. انا راجل مجنون، انا ما بحبش، انا ما ماليش خير في اهلي وماليش خير في الناس اللي انا بحبها، هعمل لك بلوك يا زيزو. والحبايب كلها متجمعين يا زيزو. لا ايه ده يا زيزو، يا زيزو. نعم. ولا زيزو انت ملبوس، هلا اهو، هلا اهو، ثواني يا زيزو. ايه مكسوفة؟ ابعت كده قلب تاني. ازيزو، زيزو، زيزو، ازيزو، زيرو. تشتغلي بحالات، مش ما خلاص تبعتش حاجه خلاص، مش عايز تشتغل تاني يا مؤمن، قلب مؤمن. طب يا جدعان، ايه يا جدعان، والله وحشين يا جدعان. مين جواير دي؟ دي تدي رقصة الحساب 5، اللهم لا حسد المتاح للجميع، غير ملفت القافلة تسير والكلاب تنبح. دي شبح، الصوت متأخر، أعمل إيه طيب؟ أجي بدري إزاي طيب؟ أجي أعمل إيه طب عشان الصوت يجي من بدري؟ أعمل إيه؟ قولوا لي أعمل إيه؟ حقيقي أحسن شخصية علي. اخويا يا جدعان، انا شفت فيديوهات طالعه اكسبلور، في ناس بتحاول تعمل فيديوهات وبتجيب اشخاص بتوقعهم في بعض، واصل دي بتقول عليكي كده ودي بتقول عليكي كده، وبتقول مفيش اي مشاكل، ربنا ما يجيب مشاكل، وكل الناس صحاب وكل الناس اخوات. ان حد قال كلمه بهزار يا ريت ما حدش ياخدها على سبيل التريقه ولا على سبيل ان هو مع حد على حد، ما حدش يهيج الدنيا يا جدعان بالله عليكم. اقفل اقفل الباب، اقفل الباب، اقفل الباب. طيب طب اقفله، جاي من حفره، جاي اقفل الباب ده، مش الباب اللي بره، جاي. اقول اسم امك وربنا، قول ما تصب عليك. اقفل كده، اقفل اقفل. راح فين بقى؟ باكل. طب ما تاكل بره، تاكل بره. اقعد. ايرور ايرور، اهدى بقى شويه بقى عشان انا مش طايقك انت كمان، تمام؟ انت لما بنلعب العيال هنا، العيال هنا. عايزين بقى نشوفوا ناس جديدة بقى وناس جميلة، ونتعرف على ناس لذيذة، نشوف ناس كده ونبعت لهم. وبلاش بقى، مش انا ما بحبش العب جولات، احنا نصمم شوية فيديوهات كده، نجيبوا ناس كده لذيذة ونجيبوا ناس دمها خفيف. بس اهم حاجة بنات، لا على الاتفاق بتاعنا بإذن الله، بنات لا، حريم لا، اي حاجة فيها اي شبهة بلاش، عشان انا بيحصل لي مشاكل ومش احسن حاجة يعني، الموضوع هيبقى بايخ. انا راجل دلوقتي، راجل متجوز وعندي بيتي، فانا هطلع مع بنات الموضوع مش هيبقى حلو وهيحصل مشاكل. ف يا ريت يا جدعان بعد اذنكم، بعد اذنكم ما حدش من البنات يبعت لي ان انا اطلع العب معاه، بالله عليكم، بالله عليكم، عشان خاطر انا ما بحبش احرج حد، وانا بخاف اكثر بخاطر حد، لان انتم بنات، بنات جميله، جنس ناعم حلو كده، ما ينفعش يتكسر بخاطر، ما ينفعش. انا هاي هاي هاي
و يو سبيك، يو بتتكلمي؟ انت بتكلمي؟ طيب اتكلمي، سبيك سبيك، اتكلمي هاي هاي. هاي اتكلمي. هاي احنا نطلع مع حد عدل، بلاش بنات بجد والله، بلاش تهزر وتقول مش هطلع مع بنات وتطلع، عشان الموضوع دمه تقيل وانت مفكر دمك وبتشخر. تمام، مش هطلع مع بنات تاني. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طب يا جماعة أنا الصوت متأخر، أعمل إيه؟ طب أنا ما هي ساعة واحدة دلوقتي يا جماعة. مساء الخير. تنور. أنت من المنصورة؟ أه. سبحان الله. أوكي الصوت يوطى، معلش. أوكي الصوت تاني. هو انت صاحبة لامار العصير ده؟ في عصير اسمه لامار، انت صاحبته ولا انت؟ قصدك ده؟ ايه ده، انت بتعملي لهم اعلان؟ ازيك يا محمود، عامل ايه؟ الحمد لله. حبيبة خالد، انت اسمك ايه؟ انا اسمي لامار. لا اللي في البطاقة. يعني عادي، بس بيه اسم لامار حقيقي يعني. هو ممكن بنتي، ممكن بنتي تتسمى في البطاقة لامار؟ بنتي اه ولا ممكن باباي يسميه على اسمه. يا أليكس حبيبي، مش قصدي يعني انت، يعني اسمك الحقيقي. بص انا بتفرج على لايفاتك ومتابعاك يعني على طول عندك. لا بس قصدي حلو مقلب، فبلاش تعمل فيها مقلب او اي شيء، فانا عارفة انا على طول عندك. حبيبتي حبيبتي خلاص، الله يسعدك، مع السلامة. لا عادي خليكي، مش عامل خالص يا عادي، ولا ما العبش ليه؟ ماشي حاضر، استني خليهم رباعي. طيب ولا انت خلاص؟ خلينا الجوله نلعب كده جوله محبه كده. حاضر. بتتابعيني بقالك قد ايه؟ طب لما انا بتابعك بقالي كتير جدا. بسم الله ما شاء الله، يعني شفتك وانت متعصب وشفتك وانت هادي وشفتك في كل احوالك. ورايك فيه وانا متعصب؟ لا زيزو ما ينفعش. انت بقالك قد ايه على الابلكيشن؟ بقالي 3 سنين. بسم الله ما شاء الله. طب انت بتلعبي احكام؟ اه بس احكام مش مهم، احكام هادي. ماشي جدع. اكسات كده يعني ايه؟ اكسات مش عارفه ايه كده يعني، بايو. طب انا بلعب احكام؟ نعم. طب انا بلعب احكام. انا انت بتلعب على احكام؟ اه. انت ما بتنفس بس بتخلي الناس اللي قدامك يعملوا احكام. انا بشوفتك يعني انت ما بتنفس. دي لا دي كده عارفاني انت. لا عارف. يلا تكبيس يا رجاله، نفتح اللايف بقى، تكبيس نعلي اللايف بقى. يلا بينا عشان لسه فاتحين، دي اول جوله. يلا تكبيس، انا بلعب احكام. ها يلا. على فكره التحديث الجديد هنا في تيك توك، لو عملت حاجه في وشك اكسات او اي حاجه. يا خالد قلبك، خالد حبيبي اخويا اللي وحش قلبي 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 حبيبك خالد حبيبي. طب انت ايه ده، انت كل ده عشان تفتح الدبل؟ طب امال الدبل فيه يا خالد؟ يا خالد يا خالد انت الله حبيبي. يلا التحديث الجديد اللي على التيك توك، لما عملت اي حاجه في وشك الاكونت بيتحذف. خلي بالك ده بجد، انا سمعت كده من الاداره. ايه؟ والله العظيم انا سمعت كده، شفت فيديو على الاكسبلور عمل كده، اقسم بالله.
فيعني خليه باي وخليه مثلا حاجه دمها خفيف كده. ماشي، انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ اهلاويه. ولا زملكاويه؟ اهلاويه. خسرت النهارده؟ مستلم. ايه؟ لا مفيش. لا مش يعني بقول على بيست ليفر. بيو يا سبيس قلبي يا سبيس. انا في ناس بتتصور معايا دلوقتي بتقول لي عايز اعمل معاك فيديو بالسليبر بيو وبتاع. يا جماعه انتوا كبرتوا الموضوع ليه؟ لا لا لا، الله يصلح لك حالك. الله يعزك يا رب. يا مؤمن حبيبي يا مؤمن، انت جايب اكل يا يوسف؟ خلص انت الحاجه تاكله؟ سندوتش. انت شايل اللوز ولا ما بتندوكش الاكل؟ ده ما شاء الله، ده لسه ما كملتش، ما خلصتش صح؟ كاتشب ايه وبتاع ايه؟ انت لسه جاي دلوقتي يا يوسف؟ انت قعدت كام سنه؟ كل ده قد ايه؟ نفسي تخش تشوف الفيديو؟ لا حاضر باذن الله. حاضر حاضر حاضر. عايزين قفازات. انت منين؟ من المنصوره؟ مش بحب اقول يا حدى يعني تفاصيل. لا ده انا عرفت كده كده اصلا. انت من تلا؟ بس خلاص، بس عرفت خلاص. اقول لك ساكنه فين؟ انا عرفت خلاص. انا اتبعت لي دلوقتي المشرف بتاعي قال لي اني ساكنه في الحته الفلانيه. فين؟ معرفش، بس هو قال لي، بس مش هقول في اللايف. ماشي. لا بهزر، ربنا يا رب يستحلك حالك. تالا دي في المنوفيه؟ بجد؟ هي تالا دي في المنوفيه مش في المنصوره؟ مش عارفه، بس انا اول مره اسمع عنها. ايه ده؟ يعني انا قلت كده ايه؟ ماشي، اجدع ناس تلا اخواتنا. الصوت متاخر، شو الصوت بتاعي متاخر؟ الصوت بتاعي متاخر يا يوسف، شوف كده الصوت عندك متاخر. طب اعمل ايه؟ طب قول لي اعمل ايه؟ الصوت كويس وما بيسوحوش. في عايزين، شويه بيستات كده بالله عليك، مفيش تنزل. عايزين. حاضر ماشي ماشي. لا صوتك حلو. طب اغني لكم؟ سمعت الاغنيه بتاعتي الجديده؟ ايوه. طب قوليها كده، لو قلتيها صح هعمل لك. لا انا مش بحفظ اغاني، بس سمعتها من حوالي اسبوع. طب هي اسمها ايه؟ بتقولي ايه طيب؟ انت كنت لابس فيها بدله لونها بني، مش فاكره، ما بسمعش شعبي كتير. انا يوم ولادتي. انا يوم، ايوه هي دي، انا يوم ولادتي. جميله جدا. انا يوم ولادتي حسبت الدكتور خدت امي وروحت. فتره رضاعتي يعني اي حد بيرضع عادي. انا بقى كنت مطرطش بشرب سجاير فرد. والله اي كلام بيتقال والله، بس اوعدكم ان اللي جاي باذن الله حاجه. بس انا جبت نفس وقت ايه؟ انا جبت نفس وقت. طيب عادي. ايه اللي انبهار؟ ما ينفعش تنين هنا. حاضر. رد عليك. عاش يا رجاله. نفس الكرسي؟ ايه ده انت عندك نفس الكرسي؟ طب الكرسي ده بكام؟ انا كنت جايباه من 3 سنين ب 3700. 3700؟ من 3 سنين. وريني كده الكرسي ده، وريني. هو اوريك ايه؟ انا اعلى. لا مش هو، لا مش هو، مش هو. ده اصلا مش بتاعي، انا عمري في حياتي ما اشتريت الحاجات دي. ده بتاع اخويا يوسف، المكتب ده بتاع يوسف اصلا، بس البيت بتاعي، فاهمه؟ الله يسعدك، اديني حكمك هنفذه لك. لا حكم ايه يا ستة؟ ده كلام يا بلاك مان. سباس بيس مؤمن زيزو قلب الاسد. زي العسل. تصبح على خير يا رب. انت من اهل الخير. معاك. اتشرفت بيك. معاك. يا رجاله. خالد. يا خالد. بقول لكم ايه؟ يلا واحده استفزاز بقى. واحده استفزاز. واحده استفزاز. ها؟ الفيديو الاغنيه الجديده ده رفضني. انا اترفضت. ايه يا نجم؟ ايه يا نجم؟ خدت راحتك ليه كده؟ ما بقاش عندي ثقه في حد من اللي انا شفته من حماتي زمان. انا كنت شاب بخش اكل في البيت يوماتي، دلوقتي بخش البيت بسمع كلام كتير عليا وعلى اخواتي. مش عارف اعمل ايه يا ناس، اقسم بالله وحوش يا باشا. بص والله بقول كلام بيجي في دماغي دلوقتي. انا اللي كان قاتلني واللي كان اغلني يستاهلوا بيا،
الاول من الاول من الاول من الاول. اه انا اللي كان قتل واللي كان شغل بيستهلوا بيا وكمان مستنصني وكمان مستنصني كمان مستنصني. في حاجه بيقولها بقى كده انا اللي بكره لا يا عب سلام. لا في في كلمه بيقولها حر هو يا مناس في نام الجوز يا مناس في نام اه كنت بخاف عليه. لا لا يا مناس في شرب الهموم مضيعه فلوسها كيوف يا ما انت عارف ان انا عمري في حياتي ما شربت اي حاجه من من الحاجات الحرام دي بجد. لا والله العظيم بجد يا جماعه انا عمري في حياتي ما شربت اي حاجه من انواع الخمور والبيره والكلام ده. انا نسوان بس. لا بهزر بقى استغفر الله العظيم عشان ما حدش يشوف ولا ممكن حد يبص على ايه. تعالى مصطفى. لا والله بهزر بهزر. الصوت متاخر. طب اعمل ايه يا جماعه؟ اعمل ايه؟ هو ايه اللي انا عامله؟ ايه الهدف اللي انا عامله ده؟ 20 اسد ليه وانا هفتح مزرعه؟ لا اله الا الله. 20 اسد؟ هدف 20 اسد هي جت معايا كده مره واحده. انا كده مطرقع ايه؟ غابه مش مزرعه. يلا مش عامل الاهداف يا عم. يلا مش هدف يا حوده؟ مش عامل هدف يا عم. طب وربنا لا نزلها؟ طب لو راجل نزلها هعمل لك بلوك. نزل ايه؟ اللي هو بتاع استنى كده اشوف العيال في اللايف. اوبا مين دي؟ غصب عني زليت لسان. اه في اللايف. يا جماعه انا بقول لكم ايه؟ صلوا على النبي. انا هقول كلمتين وصوروها ونزلوها وعلى مزيكا حزينه وانا هعمل لكم ريبوست عليه. اسالوني كده يا جدعان اتكلم على مين؟ انا اتكلمت على الاب. اتكلمت على الاب والفيديو اللهم صل على النبي ضرب الدنيا. فقول لي اتكلم على مين تاني؟ الام ولا الاخ ولا الصاحب ولا الزوجه ولا الام؟ خلاص يا يوسف. لا لا استنى بقى. تعرف دي؟ واحد بيقول لي اتكلم عن الام. اسالني كده قول لي اي سؤال عن قول لي امك بالنسبه لك. امك بالنسبه لك ايه؟ من الاول او ما اكلش غير بالك. يلا. هدى. هدى. ايه؟ امك بالنسبه لك ايه؟ امي. انا امي ست الكل. انا امي جنه الجنه من الاول. ايه اللي قلت في ايه يا عم؟ مش اللي قلت انت هو. مين اللي طقطق يا عم؟ مين اللي طقطق؟ يا جدعان انا مش ناقصه يا جدعان. مش ناقصه لا انا ما توقعونيش. انتوا عايزين توقعوني كده. انتوا كده عايزين توقعوني. اديني اديني من الاول تاني. ماشي. هدى. استنى اقعد بقى على الكرسي. هدى. هدى. ايه؟ امك بالنسبه لك ايه؟ امي. انا امي دي بخيله قوي. ماسكه على الدنيا. بس مصطفى بيضحك. ابن اختك اهو. ابن اخوك اهو. لا بالاول يلا من الاول. معلش معلش يا ابني ما كده كده الممثلين كلهم بيعيدوا. انت هتمثل؟ انت بتمثل يعني كمان تقول انت معترض قبل؟ لا لا يلا 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 ده مشهد ده. يلا اتكلم بجد والله العظيم. هدى. ايه؟ امك بالنسبه لك؟ امي. انا امي دي جنه الله على الارض. انا امي دي ست الكل. أمي دي أحن واحدة في الدنيا. أنا من بعد أمي ماليش حد في الدنيا خالص. لا حبيبة ولا صاحبة ولا أخت ولا أي حاجة. أمي. ياما قومتنا عشان نروح المدارس وما كناش عايزين نروح. ياما جابت المعلقة وسخنتها على النار وحرقتنا. أمي. فقعت من أبويا ياما سجاير وشربتها. ودت. لا فالام دي يا جماعه مهما عملت لامك امك ثم امك ثم امك ثم ابوك اقسم بالله. صلى على النبي. لا بجد والله العظيم. يلا بقى ماشي. يلا بقى واحد اكني اكني دلوقتي بجد اوعى كده. يلا واحده. يلا انتوا مستنيين ايه؟ انتوا مستنيين ان اقول يعني ايه؟ اللايف الاخر يعني اللايف الاخر. أمي. أمي. المصحف أمك أيوة. استنى كده شوف يا رب ما تبقى في اللايف. حودة أنت بتنزل كفر الدوار؟ للأسف لا والله. بس لو في يعني شغل ولا في إعلانات ولا في أي حاجة هروح إن شاء الله.
يلا بجد والله العظيم يلا بقى جه يلا جاهزين ثواني ثواني بص انا بقولش ثواني خلي بالك انا بضرب على طول يلا ما بلغك امك امي انا امي دي الجنه اللي على الارض انا من بعد امي ماليش حد في الدنيا امي امك ثم امك ثم امك ثم ابوك ابوك مره واحده انما امك ثلاث مرات ايه يعني اصرف عليه ما هو اب ايه يعني اجيب لك هدوم ما هو الاب انما امك اللي رضعت في مره ابوك رضعك في مره ابوك حبل فيك لا على طول الام الام دي هي الحماله ايه مش مكياس بتتكلم كده بجد بتقول حاجات اللي ما ينفعش اب يعملها اصلا بسبب ربنا يعني مش مزاجه ما ينفعش يرضعها عشان ما عندوش ما ينفعش ايه بس انت لو عايز ترضع تعالى اللايف ما اتاخر ما عامل ايه طب يا جدعان ادي اللايف متاخر استغفر الله العظيم يا رب كل اللي عندي استغفر الله العظيم كلهم بنات قلعين عم واجانب اهو بص يا غنيوة ايه ده غنيوة حول هاي يا حودة هاي غنيوة اسمي غنوة مش غنيوة انا واحد صاحب واحد صاحب اسمه غنيوة ايه انا اسمي غنوة انت مصري لازم تكون عارف معناها ايه اسمي غنوة غنوة حلوة وغن حلوة يا بلدي مراتي في اللايف بعدها هتفشخنا احنا الاثنين عامله ايه يا غنوة انت منين يا غنوة انا من سوريا يا حودة وعايشه فين في دبي لا عايشه بسوريا وبطلع زيارات على دبي انه اخواتي عايشين هنيك اجدع ناس العمر كله ليك يا رب انت شغاله ايه لسه بدرس انا بدرس هندسه ديكور بسم الله ما شاء الله زميله يعني انت بتدرس ايه دارس ايه لا انا عندي استوديو 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 شو استوديو اغاني شو دخل هاي بهاي انا مهندس صح ارفع الشاشه يا جماعه وايه القصه فيه يا جماعه في حد بيلعب ببجي عندك لا ده يوسف تفهم كبسو 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 طب يا جماعه انا هطير الساعه طياره وجاي تاني شو صار هو علق ولا انا طب كده تمام سامعني انت سامعني كويس ايه كان معلق هلا رجع طب حلو انت عامله ايه انت منين من سوريا انا عمتي هناك اصلا عن جد عمتي الصغيره عمتك عايشه في سوريا في الشام عن جد شو اخذها على سوريا هي الاكل العيش بقى كانت شغاله في مطعم هناك مطعم سوري هناك مطعم اسمه الدمشقي ما عندنا هيك مطعم بكل الشام ايه ما عندنا هيك مطعم بالشام ما في هيك مطعم حليب حلب شو ايه الحليب حليب حلب ما في هيك شيء حسن انا دوق الاختي تعالى كده كلمها كده تعالى تعالى لا تعالى تعالى حليب حلب ده ابن عمتي ده هو جاي زياره بس ده سوري قاعد هناك في سوريا انت فنان لا ده عارف فنان انت شو بتغني انا كنت عامل اغنيه كده اسمها انا يوم ولادتي مش انا اللي هتقول لنا بالله انت اكتبوا لي والله انا شكلي بعرفك شايفتك كده راجل جدع كده مين عملتها جدع يا ده ابن عمتي ده عايش في سوريا عم اكتبوا لي لو لعبتي يا زهر ده واحد قريبنا ده انه واحد اللي واحد ابويا لا تكذبوا علي ليكن انتوا عم تكذبوا علي بالكومنتس ما بيكذبوا علي حبيبي خالد في مطعم عند خالد في ايه احنا مش في جولات مهمه يعني بس ده حب ده حدا عندك حدا استقطبه عندك شي دعم استقطبه
استخدموه؟ خلص هلا ما رح اقعد اشرح لك. تتكلم كده ليه؟ لا ثواني، لا ثواني كده، لا بص بص صلى على النبي. يعني شو يعني استخدموه؟ بحبك يا جدع ولا اخويا خالد. يعني انت يكون عندك داعم انا اسرقه منك هيك استقطبه استقطاب. تستقطبي مش تستقطبيه. لا 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 انا الناس اللي عندي هنا تستقطبي سي مش تستقطبيه، يعني بمحبه، فاهمه؟ محبه. اوكي اوكي. هما يعني انا عشان انا راجل ممثل، انا اصلا انا مشهور جدا في مصر. لك انت هلا هلا انت مهندس ولا ممثل؟ حب امسك نفسك، امسك نفسك. كان عايز يجي بس قلت له لا، يعني فاهمه؟ يا مالها في ايه؟ هو انت اختي ولا دي؟ لا 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 حوده انت عم تكذب علي، انت ممثل ولا مهندس؟ ولا مغني؟ عربجي والله العظيم يا شبح الاسلوب ده. انا انا بصي انا عملت اغنيه وطلعت ترند، يبقى انا كده ايه؟ تبقى مغني. حلو، مثلت. شو هي الاغنيه؟ يلا غني لي اياها. هغني انا وابن عمي، ماشي؟ يلا يلا يا شبح اخوي. انا يوم ولادتي ماله؟ انا يوم ولادتي حصل ايه؟ انا يوم ولادتي حسبت الدكتور خدت امي وروحت فتره رضعت، انا كنت مدرسش بشرب سجاير فار. انا بنتي وانتي احنتي، انا من نزهتي في اللي ابتدائي شقطت تنميس الفرد. انا ابوك حمله على اي حمله وما بعتمدش انا حد. احكي لنا عن طفولتك ولا حقا؟ احكي لنا، لا احكي لنا عن طفولتك ابا. حقا طفولتك ابو تشرب، حقا طفولتك ابو تشرب. مين دي منار؟ هم عمالهم بيسالوا عن منار، هي دي مين؟ علي، علي اللولو، علي اقول لا علي. خلاص شافه مش مجمع اسمه فبيقول لي اسمه علي، اسمه علي، سلم عليه. يا عم انا عارف، بص بيحطني معاك يا عم. عادي يا عم. انا باشا الراجل ده قابلني في النايت وانت كنت معانا ولا ما كنتش معانا؟ في الديسكو. يا عم شو، استغفر الله. ديسكو ما ديسكو، استغفر الله. احنا على لايف. هو ديسكو دي مش محتاجه فهم يعني. بالانجليزي ديسكو اصلا. هو يوسف لسه ما بلغش اصلا، فاهم يعني؟ هو بيروح كده، بيروح يغني الحفلات عشان هو مغني، بيغني في حفلات. شو برجك يا حوده؟ برج العذراء. حلو. متقلب؟ كلاب الابراج؟ اه شويه. ايه مميزات العذراء؟ بيحب كل شيء يكون منظم ومرتب. مين ده؟ عذراء. اهو باين على المكتب ده حلو. الا حوده، الا حوده. اهو البور بانك ده طارق جابه لك صح؟ جاب لي اثنين الصراحه، اهو اثنين بور بانك. فضحت الراجل، شردت له على النت. قال على الراجل كلام ما يتقال ان شاء الله، ما جابليش نيه ومعفن وجاب له. خلي الشاهد هنا. هدى والله اللي مين هي منار؟ مين منار صرعوني؟ حد بيفتح لايفات هنا في حبيبتك عم بيقولوا منار. لا انا حبيبته ام احمد. المهم غنوه اتشرفت فيكي حبيبتي، ما تسمعيش الكومنتات. المهم لما تيجي مصر في اي وقت. والله والله جا عبالي يا حودة، قالوا لي الساحل الشمالي والجونه. شو رأيك؟ أنت وين عايش؟ أنت بالقاهرة؟ يا جدعان يوسف هقفل. لا يعني مش هقفل اللايف، أنا ممكن أكتم الصوت وأهزر معاكم. يعني دي مثلا الماية كده بقت مفتوحة، لو عملت كده هتستحموا. طب ما لهاش لازمة، يبقى نعمل إيه بقى؟ نحترم نفسينا؟ لا نحترم نفسينا. وكانت في إزازة مياه معدنية ساعة اتشالت من هنا، المايه دي كانت ب 10 جنيه تمام؟ لا مش اهي، معنى ان هي راحت هناك فان في كلب فيكوا حط بقه فيها. ده عايز ياخد الدواء. عايز ياخد الدواء؟ اديله غطا. لا عارف انا. خلي يوسف يلا. يلا يا جماعه اتشرفت بيك. بدك شيء يا حوده؟ الله يعزك يا حبيبتي، الله يعزك. يلا باي باي. السلام عليكم. خالد يا سبيس يا شبح فرانكو. لا بس سبيس ده مش تبعت لي صور لغنات بس. انا بصوا بقى مين، بصوا مين، بصوا مين. انا عندي 192 واحد. خلي يوسف يغني ثواني. ايه يا حود؟ عندي مستوى تلعبي جوله على حكم، جوله بحكم. يلا يلا مش يلا، هشوف غيرك على طول. انا لسه فاتح. وانا لسه فاتح. يلا. طب يلا الجوله بحكم. على نفسك. جوله بحكم. ما تهريش. قولي جولة بحكم. هي
لا جولتها لسه فاتحه. لا لا يلا ام عمر مفيش نوع مو طيب جوله بحكم جاهزه جاهزه يلا لا لا جولتين ماشي لا ام عمر جولتين لما احنا اللي بقى باربعه جوله بحكم مش هنلعب اخواتي جوله يا اخواتي بحكم ايوه يلا ما عندي خايفه ولا ايه راحت عليك اخواتي جوله ولا جولتين راحت عليك خلاص راحت عليك خلاص لا كلهم بيجوا جولتين احنا لسه فاتحين يلا لا راحت عليك تكبيس يا رجاله تكبيس احنا عايزين حد اعلى من ام عمر يا جماعه مفيش حد اعلى مني يلا على لعبه لسه ما اتخلق اللي يبقى اعلى مني اديني فلوس يلا ومش بالمستوى يلا انا طول عمري مستوى فوق يلا فوقكم كلكم يلا يا شويه الجداد على البرنامج ده انتوا مالكوش حاجه يا مالكوش حاجه الهي كتاب لك قصر في الجنه اخواتي مع بعضينا يا اخواتي تكبيس يا رجاله يا جماعه تكبيس تكبيس يا رجاله يلا بنلعب دخلنا في الجد بقى دخلنا في الجد بقى دخلنا في الجد يا هاجر ايه يا هاجر تكبيس تكبيس يا رجال الفيديو جاب 200,000 اللهم صل على النبي الو ام عمر ام عمر يا سعد قلبك يا مصطفى اخواتي مع بعضينا يا اخواتي ادينا في بعض ام عمر يا حبر البدر يا حبر البدر يا يوم سمعت الفيديو بتاعه انا بقلد ابويا شفته طلع ترند كده بالصدفه لا مش الفيديو التاني اللي هو بتاع ابويا ده مش ده ابويا لا مش ده ده الو ايوه يا اما يا اما يا اما هو بينزل الفيديو يا اما يقول ان انا ما باكلهمش وانا مجوع على الاقل يا اما تشوف هنا يا اما انا بكلم معاك في الكيلي ده نار يا اما اتحط يا اما يا اما شوف هنا يا اما على الطلاق ده مش ابني ده شاعل شيل الرجال شيل الرجال خش نشوف حبيبتي وما عملتش اغنيه عملتش الاغنيه بتاعتي استونه النهارده ليك فيديو مني على اغنيتك اه حجاج اخويا قلبي يا ست ماشي انت لما قلت لي انا هعمل مشروع فاكهه وحاجات معلبه وبتاع قلت لي كان اول واحد هدعمك شفتي بقول لك ايه انت الفئه دي في اي حته عندي على الصفحه خلاص خلصانه انا واحده بتاعت ولادتي انا يوم ولادتي حصل ايه انا يوم ولادتي حسبت الدكتور خد امي وابويا شخر لي والله العظيم قال لي وانا عملت ايه يعني ما انا اللي حسبت يا ابني وراح قاعد قال كلام ما ينفعش يتقال اخواتي مع بعضينا يا اخوات هو الدبل ما فتحش ولا ايه هو الدبل ما فتحش والله بقول لك ابويا قال لي ايه بعدك بس استنى انا ببقى لوحدي يا خالد اهو الدبل اهو احجاج فينك يا راجل خلي يوسف يغني ماشي ناخده بس الجوله دي منها برد 46 ورده هو عم انت عندك برد عندك لبوس انت بتتلكك ليه الولاده دي بحبها ايه الولاده دي ماشي بحبها يا عم الدبل يا جدعان الدبل 46 ورد سلم عليه 46 ورده استمتت تقريبا ايه الورده اخرى انا 46 ورده يا اخوات ايه ده انا بقول لا يا يوسف يا حبيبي مش انت انا بقول لحد في الكومنتات مع بعضينا يا اخوات ضربت وشك انت اللي اسمك الهاشم انت اللي ما بشوفش منك لما تحط ورد يخرب بيتك انت اللي فين على الفاضي يا جدعان الدبل ده 46 ورده يا جدعان دي لسه اول جولتين ايه هتناموا مني يلا يلا مع بعضينا يا رب يا كريم يلا رجاله اخر يلا يحيى يلا يحيى مش ناقصه بلا تقطعه ولا مش تقطعه مثلا ما لكش ربع قول مبروك للزمالك مبروك للزمالك وهارد لك للاهلي اخواتنا وهنا اخواتنا وربنا يا رب يكتر ايه انا ما اقول ايه بس ايوه يا حوده قدام الناس اللي عندي واللي عندك لو خدت الجوله دي هقفل اللايف بتاعي لمده شهر من جولتين لو خدت الجولتين دول هقفل اللايف بتاعي لمده شهر بقول لك تمام مش هاخدهم منك يعني هاخدهم منك غصب عنك طب يا جدعان من هنا ورايح يا جدعان لما العب مع اي حد واقول كلمه اسمعوا مني الكلمه حبيبي يا خالد يسعد قلبك يا حبيبتي حجاج قلب حجاج
لا 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 ما تراهنش على الكلام ده، عيب عليك عيب عليك يا ابني. الناس دي يغلبوها من غير تكبيس حتى عادي كده عادي، دي ام عمر. اخواتي هنكسب ولا هنتنى كده كتير ولا نروح ننخمد؟ قبلك مان حجاك شادي مية بعصران. اخواتي اخواتي هنكسب ولا انت كده في البضان ده؟ صح انا سمعت صح؟ لا غلط. انا اتمنى ان يبقى غلط. امشي شي انت حبيبتي اما لا معلش حاجه معلش حاجه يا بلاك مان. خالد اخويا محمد حجاج قلبي يا سبيس شادي مية وعصران معنا اتنين تلاته كفاس كده. عاش. يلا ناخد الجوله الثانيه بقى. يلا بص عليك ثواني. مين اللي دمه سم يا اخواتي؟ ما تحترمي نفسك بقى بدل ما انت عمال تقولي دمه سم. محدش دمه سم غير امك. يا اللي انت دمك سم انت امك يا دمك سم. تكبيس يا جدعان يعني 9000 في اللايف وده تكبيس يا جدعان؟ بالله عليك وده تكبيس. 9000 في اللايف يا اخواتي وهنتنينا كده. لا يا اخواتي تكبيساتكم لازم تبقى موجوده الله يسعدكم. هو ده سكر البرنامج؟ قلبي ايدينا في ايد بعض يا اخواتي. ايه هتعدوا الشارع؟ بقول لك يا ام عمر اقول لك فوازير لو حلتيها على كل فزوره هبعت لك حوت. في مناخيرك كبني ادمه في كام شعر ابوه؟ ما اعرفش والله ما عدتهمش قبل كده. تعملي كده؟ لا سامحك يا ست انت قد ست مش هينفع ارد عليك. يا خالد حبيبي يا خالد ابو خالد قلب اخواتي ما يسعد قلبك يا حبيبتي. يا نادر لا ده انا لازم اشغل لو لعبت يا الظهر. دي بتجيب معانا احنا صح؟ تكبيس يا رجاله تكبيس. يا خالد قلبي لك اخواتي اخواتي مع بعضينا بقى في الدبل. يلا الدبل يلا الدبل. 43 ورده 43 ورده 43 ورده. يلا يلا نفتح الدبل كلنا مع بعضينا برضه. ما ينفعش بدي. عاش 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 يا رجاله عاش والله اصل. يلا مع بعضينا بقى على الدبل. يلا مع بعض على الدبل. الدبل اللي تحطي ورده تتجوز بحق جاي النبي يا رب يا اخواتي. إله يا رب لو في اي حد هنا عايز يطلق يبعت لي ادعي لي دعوه من قلبي. يلا يا جدعان مع بعض على الدبل. ام امه فارس السكر عايزك بجد والله. ثواني فين هو؟ قفاز قفاز ودبل اخواتي مش كده اخويا اخواتي ادينا في ايد بعض يا اخواتي. يا خالد ادينا في ايد بعض يا اخواتي. يا حجاج ادينا في ايد بعض يا اخواتي. يسعد قلب بوساتك يا حمري انا. مع بعض مع بعض مع بعض مع بعض يا خالد. اخواتي مع بعضينا يا اخواتي. أحجاج. مع بعضينا يا شباب حبيبي. مع بعضينا يا اخواتي حبيبي. يا خالد يا نادر يا يوسف قلبي يا احمد يا ابراهيم يا خالد حبيب قلبي. يا خالد اخواتي 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 اخواتي. حاضر يا جدعان قولوا الفارس ثواني قولوا الفارس يستنى يخلص الجوله ويبعت لك حبيبي. يا حمو يا سبيس ايه ده؟ ايوه كده في وقت الجولات ابعت قلوب انما في العادي ابعت صولجانات براحتك حبيبي. يا حمو اخواتي اخواتي عاش يا رجاله والله العظيم عاش 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 عاش. يا
بلاك مان اخويا خالد حبيب قلبي يا حجاج يا سبيس يا نادر يا احمد ابراهيم حبايبي لفل 36 دخل و 86 دخل. بصوا بقى احنا نعمل عليها حكم واحد بس عشان مش هينفع اصلا ننهدها في الكلام. هو مع بعضينا يا شباب بالزرقاء تكبيسه رجاله تكبيسه رجاله مع بعض مع بعض. النهارده عيد ميلادي ومحدش افتكر. كل سنه طيبه يا ست البنات. سنه طيبه. انت عيد ميلادك امتى يا عمر؟ انا لسه عيد ميلادي في شهر 4 ان شاء الله. طب انت برج الحوت؟ لا انا الحمل. ايه ده انت مش هو في يعني ازاي؟ عيد ميلادي بعد العيد الصغير. يا خالد قلبي قلبي يا خالد حجاج اسبسنو مودي نادر احمد ابراهيم خالد الماجيك احكمها مش انا عيد ميلادي النهارده. انت عيد ميلادك النهارده بجد حجاج ولا ده فيه ام عمر؟ ايوه يا صاحبي. الحكم الاول اطلعك مع حد دلوقتي اول ما تطلعي معاه تغني اغنيتي انا يوم ولادتي. انا يوم ولادتي حشيت الدكتور امي وروحت 10 مرات تمام يا جدعان اوفر السكر. ها محمود يا فروسه ايه ايه تلاته انا يوم ولادتي حصل ايه؟ انا يوم ولادتي انا مش شايفك يا عمر مش شايفك انزلي وابعتلي انا يوم ولادتي حصل ايه؟ الصوره على اللايت والله العظيم الصوره على اللايت اقسم بالله انزلي وابعتلك تاني. صوره مين اللي علقت؟ وحياه ربنا انت صورتك عندي علقت اقسم بالله. مش عارف يا ابني فرس السكر ولا مش عارف مين ده دشر من عمرو دياب غني فرس السكر بيغني ده من زي طيب يا مورا يا حبيبي يعني انت دلوقتي شايفني اقسم بديني ما شايفك. بص انت عامله ازاي عندي استنى يلا مش هتفرق فيك السكرين شوت ده اهو بصي انت عامله كده اهو ايوه ثبتت عندي برضه اما ايوه استنى بقى وانت كمان ثبتت عندي دلوقتي وايه الشغل السوداء ده انزل يا فارس كده واطلع تاني. ما هو كده تمام ام عمر تمام فارس اللي علق فارس تمام سواء خيبة فارس ده رجولة الدنيا فيه عنده مستوى مش كل الناس عندها مستوى والجو ده ام عمر راجل جدع انا مش شايفاه حوض الصورة سودة يا فارس فارس ثواني كده هشتغل ثواني هو في ايه الشغل السودا ده؟ يا عارف قلبي يا عارف ولا فارس يا دي الليله الزرقاء اللي نايله ب 60 نيله هو شاحن كارت فكه ده ولا ايه؟ عيب عليك لما تبقى فنان كده وما شاء الله عليك راكب الساحه وربنا كرمك ومكسر الدنيا ومعكش معكش باقة يا معفن استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم هتفضلوا امتى لحد كده؟ اللي دخلت دي يا اخواتي من شويه يا ابني اعمل باقة ثلاث ساعات الحبي يا انا اعمل الباقة يا ابني اعمل باقة يا ابني عيب انت ليك اسمك في المجال يا ابني استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب سامع له ولا حس ولا خبر ولا شايفاه معهوش فلوس يعمل باقة استغفر الله العظيم يا رب افضل هتفضل لحد امتى كده معفن؟ عمر المهم الحكم الاول ام عمر يلا حد لما يجي بس قول غني لي الاغنيه بتاعتي كده 20 مره انا يوم ولادتي حصل ايه؟ انا يوم انا اللي اقول لك حصل ايه؟ ورا ايه؟ يلا يا انا يلا قولي انا يوم ولادتي حصل ايه؟ انا يوم ولادتي ورا ايه؟ انا يوم ولادتي اه انا يوم ولادتي انا يوم ولادتي انا يوم ولادتي
هيقولك طب حصل ايه بقى؟ ايوه حصل ايه؟ قولها حصل ايه بقى؟ اتولدت وخلاص. ومين حسب الدكتور؟ ابويا. طب ما خدتيش امك وروحتي؟ انا يوم ولدت حسبت الدكتور خدت امي وروحت. كلهم مقفولين. انا كنت شفت حاجه بقى. سبحان الله من صغري وانا مميز. الحمد لله رب العالمين. هو مين اللي اخترع عليك الاغنيه دي تعملها؟ واحد صاحبي بس كان محشش. هو تقريبا كان عامل دماغ فهو تهيأ له يعني ان ايه ده؟ فاهمة؟ انا عامل دم بس مباشر يا عايزة ايه؟ ابعت له فين؟ اللي يمرق يا اخويا الراجل الحنين اصبح خيال. اهو ده بقى ده اللي قال لي اعمل الاغنيه ام عمر. ام عمر ايوه صح فارس. ايوه فارس هو اللي خلاني اعمل الاغنيه دي. ازيك يا فارس؟ عامله يا ام عمر؟ سمعني اغنيه منك يا عم فارس كده. من انا؟ من اغانيك انت يعني. بالنسبه ان انت راجل مغني يعني. فارس ايه؟ بنتك ايه؟ يعني هي ست مسنه مالهاش في الكلام ده فاهم؟ يعني مش قصدها. هغني هغني لها حاجه لو... ل... ل... لا هي عايز تعرف انت بتغني ايه يعني؟ انا بغني ايه؟ انا بتاع الجلب يا ام عمر. بتاع ايه؟ بتاع الجلب. مين الجلب؟ انا عيني جت على السنيوره. كانت واقفه ببلكونه. لا حدفتنا انا بلمونه متغمزه ليه؟ ايه وقفت الشغلات يا بنت الابلاء. هي معاك هباب ضحكه ليه؟ هلا هاي هاي روزي. هاي خلص صوتك جميل يا فارس. انا مش هقدر ارد عليك عشان انا متراقب. لا انا اكل وضعك جميل يعني عندك موهبه. انا هغني لك حاجه ثانيه. يلا غنيني. هغني لك حاجه لعم احمد طبعا يعني. لا 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 لا, لا غني حاجه اهديها لروزي يعني متكمل. هودا ربنا البيت اللي عايزين خراب بيوت. لا 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 عادي يا ابني انت دلوقتي راجل فنان ووارد. ايوه طبعا وارد جدا ان في حد نفسك وصلت لانقذ قلبي وحدو الدنيا ضحك عليه على ثلاث ساعات وبتكذب مرايتك ليه؟ ده كله صاد عليك باي ظهر في ملامحك التجاعيد رأيت الدنيا تبقى سعيد طلعت خسران ومتضايق. اللهم صل على النبي. والله العظيم يا جدعان انت يا ابني انت انا بحبك انت فاهم. انت حبيبي انت حبيبي. طب بيقول لك ايه بقى؟ طب تكبيسه رجاله مع بعض يا جدعان. انت خواطئ كبس تكبيس ملوش لازمه. حجاج يلا مع بعض يا جدعان يلا مع بعض يا فارس. مش عارفته مش مع بعض يا شباب. ورا فارس ايه صوتكو. انت فين؟ هلا عالتنتين بلش. انا على الطريق. بس 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 ايه يا ابني يخرب بيت حياك حياك حياك. ما انت هتاخد حظي. انت فين يعني؟ انا دلوقتي داخل على كارتة اسكندرية في كمين اهو. داخل على الكمين ان شاء الله. اديني اي حد لو وقفوا. انت مين يا جال؟ تخيل كده انت اتفتشت لايف. اخواتي انا مش شايفه تكبسات يا اخواتي خالص. في حاجة مشاعر يا قلبي سعيد. انت تخش على الكمين؟ ايه؟
قربت تخش على الكمين مع بعض يا اخواتش. انا خلاص الكمين اهو بيزغرط قدامي. حلو. لو لا قدر الله وقفوك يبقى خلوهم كده يبصوا يسلموا عليا. اخواتي خلي بالك، اخواتي دول بنحبهم ودول. هو انا مش لسه انا خايف اقول لك كده يا بني وانا راجع من القاهره الدنيا علقه مو يقول لك تعالى. فاكر اليوم اللي كنت ماشي فيه عكس؟ تعالى لا يا ريت تيجي على عكس. لا بس والله العظيم يعني اخواتنا وحبايبنا يا سلام لو حد فيهم فتح لايف بتاعنا دلوقتي يا ايوه يا صاحبي. ايه ده، ايه اللي جالها دي؟ هو الرقم اللي تحت ده 91 ولا 9000؟ ويلك اللي دلوقتي ده اللي حصل منك للي قعدت تتكلم معانا. شبكه عندي وحشه اخواتي، معلش انا هضطر اخواتي التخبيصات قليله خالص. يا فارس كنا على واحد معانا اسكندريه يا زميلي. ما انت وراك حاجه في اسكندريه دلوقتي؟ لا انت في الاستوديو. تعال. طب انا امي عامله لوبيا ورز. طلع على النبي استا السلام. تعال خدني هو راجل مش كده على مجدش معاك اكل في البيت عندك. يابا تعالى يلا بينا. عامله لوبيا وايه تاني؟ لوبيا وفراخ ورز، وفي بقى ليمون مخلل موت موت. مفيش باذنجان مخلل؟ انت سامعني ولا مش سامعني؟ احنا نفسنا حلوة. انا لو قمت هخبط في السقف. كابتن محمد رمضان بيقول لك حظك حلو يا حودة، انا مش موجود في الكمين النهاردة. بس يا باشا اتصل تليفونات يا ولد راجل حليم. هو الكمين كله اصلا بياكل بألف هنا وشفا طبعا يا معالي الباشا. ام عمر كده كده يا جماعه، احنا كده كده جولتين يا حجاج. ايوه جدع. جولتين. اسلوب كان وحش يا حوزه. ماشي الجوله بقى، الجوله الثانيه يا طب نكبس يا اخواتي، نكبس يا حبايب ام عمر. يسعد قلبك يا حبيب قلبي على الحوت يا جميل انت. فين ولا معاك ولا عمال يجي لك تاني وانا ما جاليش حوت حتى لحد دلوقتي ولا معاك. حقك يا ولدي كتر. الله يرزقك الله يرزقك عرساء الله يرزقك. حجاج ابعت رساله على التيك توك لو عشان انا من الكومنتات مش بشوف الكومنتات خالص، كل فين وفين لما بشوف اهو. لا يوجد حكم ان شاء الله. انا ممكن الحكمه درفت بالعربيه. ايه اللي حصل؟ الدعم واقف يعني؟ يا عم مش مهم. عودة ادينا واحدة مش كل وقت نحكي. مش كل وقت نحكي ولا كل وقت نقال، وكل واحد يا عيني في الدنيا ليه موال، ولا كل من ركب فرس خلاص بقى خيال. قال يا حبة البن وردك فين فانا اجيلك، قال يا سمرة اللون يا ورد البيت فانا اجيلك. انت خلاصة المزاد فرصة في نجيلك. قالت للي يحبني ولع مندبه من العص. ده انا كفي كله دواء. ده انا كفي كله دواء. صوتك بتلعب بلياردو بس. من العصر للعصر نسمع رنة فناجيل. وما بد يسعد قلبك يا شرقي، يسعد قلبك يا شرقي. والله يا ابني انت بس اللهم صل على النبي عليك. انت ايه ده؟ كده يا اخواتي. ثواني كده ثواني كده، مش عارف يا محمود. ثانيه بقى ثانيه كلكم.
يا جدعان هو انتوا جايين تصغروني؟ يعني احنا 9000 واحد في اللايف ام عمر تغلبنا احنا؟ ده التكبيس يا جدعان، تكبيس بجد والله العظيم. يلا بقى نقلب بقى نقلب، يلا واحده برجوله، يلا مع بعض والدبل يتفتح مع بعض. التكبيس بويز، لا 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 شغال 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 مع بعض اهو، شغال اهو. ايه ده هنخسر ولا ايه؟ 97 ورده يا جدعان، مع بعض يا جدعان، يلا يا جدعان مع بعض. ولا فايه تبع على الله يا جدعان، اللي معاه حاجه يرميها يا جدعان. دبل اخوات، اللي معاه ورد يرمي يا جدعان بسرعه بسرعه بسرعه، اللي معاه ورد يرمي عادي، احنا بنلعب بالدبل عادي. يلا مش مهم، بقول لك ايه، تكبيس يا جدعان، كده كده هنجيبهم تكبيس، بس كده كده احنا معانا قفاز في الاخر، قفاز في الاخر، قفاز. التكبيس مش شغال والدعم. تكبيس يا اخواتي، اكبس انا طيب؟ هينفع قفاز يا اخواتي؟ مع القفاز يا اخواتي، مع القفاز يا اخواتي، يا سعيد قلبك يا ولدي قطر. بقول لك ايه، لما بيقول اي حد مثلا من قطر تشغل اغنيه قطر، شغل جاي جاي يا اخوات، قفاز اتفرج على الرمي. فين يا اخوات؟ بقول لكم يا جدعان، يا جدعان الاجر، يا قلب نجر فينك يا راجل؟ يا جدعان يا جدعان، حد معاك قفاز ولا خلوا شويه شوية؟ لا حوزه. ايه ايه طيب، وغلاوتك عندي هنكسب الجوله. طب امال ايه؟ طيب انا الرجاله عندي نايمه، ما مش عارف. اصبر بس اصبر صح هم اخواتي. التكبيس فين؟ تكبيس يا رجاله، تكبيس يا رجاله، هنجيبوهم تكبيس، هنجيبوهم. يلا مع بعضينا، يلا بقول سيب على الله، سيب على الله. واحد بيقول لك ليفل 6 بيقول لك قفاز، اتفرج على ايه؟ عمر معاك قفاز؟ لا لا يعني انا عندك خروفه في النص مش سامعني. لا بابا انا عايز حد يقول لي قطر. طب خدوا ميوت بقى كلكم وانا شغال معايا شومين. سلام يا ولدي قطر، سلام. يا جدعان هتسلم واقول ايه؟ طيب بس ايه يا جدعان التكبير؟ بقول لكم يا جدعان، يا جدعان عيب والله. ده بص والله عيب. بص دي كفر، قفاز اخر 30 ثانيه يا جدعان، قفاز يا جدعان، يا جدعان قفاز، عمر شاميلا قفاز يا رجاله، شاميلا قفاز يا كفره، انت قفاز يا جدعان، العبنا ليه يا جدعان؟ ولا فارس ايه؟ اسمع ايه؟ العبنا ليه؟ العبنا ليه؟ انزل على طول. ها ها انزل 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 اخواتي، يا سبيس يا فاطمه يا نو قلبي. ايه ده هو نزل ليه؟ قوم نفذ يا حوت. انا نفذ لك اهو. طب هو نزل ليه يعني؟ والله العظيم اذا بسبقني لا بذا ايه؟ طب لا ناخد قفاز يعني، مش احنا نحكم عم نمزح بس ابنك قفاز؟ الناس بتقول اتحذر اتحذر عشان سايق. هو اتحذر اتحذر، ما اتحذر ولا بوشيه، هو اللي نزل. لو الحذر بيعطينا فوق ان الحذر. الله يسعدك يا ولدي قطر. انا مش فاهمه يعني ايه المنشر اللي انت حاطته لي، الراجل اللي رافع ايده ده. انا ما بفهمش في المنشتات قوي. قفل حد يقول لي قصده؟ الله يخليكم. قفل بجد، قفل 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 بجد. انت اللي قلت له انزل يا حودة. لا يا حبيبي، جبت لك المقطع لما قلت له انزل. الله يسعدك يا حبيبي. عمري هو اللي قال له ينزل. طب والله عيب عليك يا حوت. ايه ده؟ ما تسوي حلك من الكومنتات يا روزي اهو. لا ليش الكومنتات؟ انا بعتوا لي المقطع. مستغرب من الراجل اللي حط المنشن ده؟ لا 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 خلاص يلا من الاول بقى يلا.
صحة يابا، صحة حبيب قلبي، صحة يابا، صحة. حودة أنا عماله ميوت. بس على فكرة أنت مش محترم عشان أنت جايب واحد يهزع. مش أنا والله، أنا معرفوش مين ده. مين ده؟ صالح عمري إيه؟ أنت 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 ليش ليه عملت كده؟ الولية نزلت. كيف هذا الشيء يعني؟ نحن عندنا عيدية، ما عرفت ايش عندكم فيها ولا شيء. حبيبي هي فكرت، هي فكرت اللي انا اللي جبته. احي لا يا حديدي. يعني بص يا صاحبي، بص انا فاهمك حاجه، هي عندكم مش عيب، انما عندنا مش محبوبه. فالناس عندنا مش عيب يعني، مش محبوبه فمش عيب يعني، مش مستحبه فمش عيب يعني، وما غلط يعني. ممكن تطلع في وقت مش لطيف، انما مش في مش في مش على طول كده، فاهم حاجه؟ هو بيبقى ماله حتى وين ودف على الانتان وقت تنعت، وقت تنعت ما بينام بشخير، ما يدخر ما يدخر. انت عارف، انت عارف. بس فهمت. ثواني ثواني ثواني. الله يخرب بيتك يا صالح، صرت احكي مع رفقاتي مثلك. نجفيتي الا اردمي يا حديدتي اردمي. انت عارف انا اخلي اللي يحصل معاك يا صالح، اخلي ده يعضك من التوت ده. لا اخليه يعضك من التوت، اخليه يعضك من التوت ده، ده اخليه يعضك من التوت. يعني هذا مش اللي يعني دي والكلب. لا يلا العبوا مع حد غيري. كتب الله ينور. يا حو ده اللي حصل ده؟ انت بتلبس؟ انت قفلت خالص ليه يا هبل؟ ما قفلتش يا محمد، انا بطلع لقيت النت وقف وبتاع والناس بتطلع، رحت قلت بقى نطلع نلوستر اللايف. انت عديت كمين؟ خلاص عديت الكمين ده، انا في مرغم دلوقتي. لا ناس، انت ما تيجي تقعد معايا شويه في الاستوديو بتاعك ده. عيب عليك يا صاحبي وانت جاي عشان اكل الحاجه. اكل الحاجه طب اكل الحاجه برضه، بجيب لك اكل الحاجه واجي لك. وانت بعيد عني يعني؟ لا انت صايع يا صاحبي. انا راجل مش صايع، انا عندي بيت يا صاحبي وعندي ابني وعندي بيتي. يا ربنا انا بقول لك تعالى اقعد. يا عم فجعتني ربنا يخليك. يا جماعه هاتوا المؤامره، يا جماعه المؤامره زعلت مني. المؤامره مش فاكر ان انا اللي جبته. بقول لك ايه؟ ايه؟ بقول لك ايه؟ طلعت مع حد وتغني ولا بلاش تغني؟ عادي مش هدفع. هتغني تغني. هغني اهي. بص مين؟ السلام عليكم. يا هودة. وعليكم السلام. تندي. هودة ازيك؟ فارس ازيك؟ تندي جاكسون عاملين ايه؟ بتعمل ايه؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ الحمد لله. بتعمل ايه؟ يا جاكسون. يا هودة. ايه فينك يا راجل؟ موجود. انت اللي مختفي الفترة دي، بقالك يومين كده مش بتسمع. عيد ميلاد بقى العيال عندي وبتاع، ف انت مالك انت نيويورك ده ولا ايه؟ لا انا كنت برقص كده. طب بقول لك ايه؟ شوف راسك. فارس سكر رقم واحد في المجال باذن اخويا وحبيبي. ميرسي ثانك يو. فارس ايه؟ جاكسون دانسر شباب اسمه ايه ده؟ ان شاء الله. ايوه يا عم اشوفه يا عم. يلا غني حاجه وهو هيرقص. طب يلا بينا. يلا انا هطبل. قلب بلفتاع القلب يلي بتفتحه عيلب يلي تأدب مني تشوفه برام صايع مش محترم ده انا هحطك على قرم مني تخرم واسال خوفه واكشن جاي تعاري من اي شاري انا اطلع معاريك اخلع وتنطط ده طالع مع الريكه هتلاقي فابريكه يا حمار متخطى صعب جاكسون دايما راكب عشت ما تطرش منه اجاكسون.
شكرا. عظمه ما بعدها عظمه. ويل دان جاكسون. خلي بالك فارس اول مره يفتح لايفات تيك توك، ما بيفتحش كتير يعني. فارس هوريك حاجه بقى اول مره اشوفها حصري. يا جاكسو معلش حاجه قويه يعني. بص واسمع استنى اهديها لفارس. فارس دي ليك ليك ليك. حلوه حاجه حلوه. ايوه حلوه مش عارف. يلا بس فوق دي هو عمل ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. بتمسح بالبرنيتا دي؟ لا اصل البرنيتا اصلا بقالي بتاع ساعة. لا 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 يا ابني جاكسون وري له الرشاش المتعدد. اثنين بس. زندباد ماشي يا سيدي. وري له الرشاش المتعدد. ما تكبسش ما بلاش الحركه دي عشان هم اسكندريه ممكن يفهموها غلط. احنا لو فهمنا حاجه غلط بنشرف في ساعتها صعب. جدع الصرف فوري كله. لا بس يعني احنا مش بنحذب حاجه يعني. انتوا كلكم اخوات واحنا حبايب واحنا اهل. عيني جت على سنيوره جت واقفه في البلكونه هدفتني بلمونه قامت تخرالي. انا حنسى. بلاش دي. قامت ضحكالي ضحكالي. ايوه ماشي. تكراني حلوه وضحكالي برضو جميله. طب وكحه هتعمل فيها ايه؟ عادي واحد عنده كحه يعني هنعمله. انا عارف تكبيسه رجاله. تكبيس نوع عشان اول 57 دي تكبيس شويه. يا جماعه سكور يا جماعه سكور. احني في علي صوتك. في واحد ما سمعش. في واحد دخل الاب وطلع ده مستشار. مش قول لحد حاجه مستشار. انا تعبت. انا كل ما تدخل حد تقول لي سلم على الناس سلم على الناس. خلاص جاي اخواتي 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 رمزان جالكو بتاع الجلا جالكو بتاع الجلا. تكبيس يا جماعه شيل تكبيس شويه. جماعه هو انتم موقفين لي تكبيس ليه؟ معلش انا مش يقول لك ايه. ازعل على الراجل لو خام ما تزعلش ده لو مات في شباب. اصل الراجل لو يتعب يصبح حباب جوه بيته. دي جديده دي؟ عيني. ربك يبارك لنا في السيره هي اللي مكمله المسيره. عايشين برجوله ومن غير غيره صافيين لو انتوا صفيتوا. وهلاقينا عمينا اهرب يلا من وشينا. لا هتاخد كم سكينه تغير امي ملامحها. ولا غني لك يا زميكس؟ لا غني بتاعت وقف الجنب تقوي القلب. انا هعمل جنب وهفتح انا هعمل جنب وهفتح اسحب وشي انت ما فيش معاني تروح تفتحها. ايش هودا فارس ساندي؟ هودا فارس انا عملت لكم فولو. اتبسطت ان انا لعبت معاكم النهارده. اهو جايب دلوقتي يا عبدو اداره يا ساندي. يلا هودا يلا حبايبي باي باي. فارس كلمني كده عن حب عمرك. حب عمرك مكونو عصنو ربي انسون ما قدرش اخونه ساكن في قلبي. اصلي حالي في النسور وما انا عايزه جنبي. علشان يا ناس دي سكر نفسي اجيب منك عيال يا مونا ليزا. يا ماهي فارس بيقدم لك اغنية يعني. فارس اخونا يا جنالة من اول هدى 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 يا ابني ايه؟ لا مين ده اللي جنبك؟ بس يا هوندا. هوندا يا هوندا
يا حودي. بس هو لابس السماعه وقعد في اللايف عندك اصلا؟ لا شلاله اخوه وندا. انت بقول لك يا حودة حرن بس على امي خليها تسخن عشان انا داخل على البيت. بس هرن عليها انا. يلا يا حبيبي. وعيش يا ام قول. وعيش يا ام. يا ام يا ام انت ام يا أمّا. ما بسلق ما انتوا بتعملوا ايه عشان انا مش فاهمة انتوا بتعملوا ايه؟ ولا اي حاجة احنا بنفتح نتسلى بس. طب ما انتوا ما بتسلوش. انا حاسة انتوا بتكلموا مع بعض. اسيبكوا مع بعض؟ لا هو اتكلمي انا معاك. انا بقول لك ازيك يا ماهي والله في الاول. انا عارفة والله بس انا مش عارفة. عاملة ايه؟ لا عاملة ايه؟ هو الحمد لله. انت عامل ايه؟ هو عشان جاي بس من القاهرة. تمام. هو لسه يعني خاطب جديد. انت فاهمه بقى الراجل لما بياخد جديد يبقى البنت يعني هي اللي بتبقى تعمل كل حاجه. يعني ايه اللي انت بتقوله؟ اتفضل. هو يعني خايف يهزر خايف يسلم بعد اللايف بيبقى يوم اسود يعني عياله. الله يحفظك. الشبكه عندي وحشه قوي عشان هنا مفيش حراره تقريبا. يا جدعان رقم فارس شغال. حودة زيرو. هقول له زيرو. انا رقمي معروف والناس كلها عارفاه. انت زيرو 10. زيرو 10 ولا زيرو 11 ولا زيرو 15 ولا زيرو 12؟ انا معيش غير زيرو 12 بس. لا انا بقى ممكن انزل الاربعه. زيرو 10 2 7 2 ايه؟ زيرو 10 2 7 2 ها؟ ده انا ده؟ لا هدى البرايفت بتاعك ده. هدى يال يا حودة. يا حودة فاهمة ماهي؟ فهو لسه خاطب جديد. ايوه فهمت انا فهمت. هو مش عارف حتى يهزر او يتكلم او يعمل اي حاجه. انا كده اصلا في الطبيعي مش بهزر غير يعني. تحبوا اسيبكم لوحدكم؟ لا عادي خليكي احنا عايزين نخسر الحته دي عنده. خلاص مفيش مشكله. انا ما اتكلمتش معاه اصلا. انت منين يا ماهي؟ انا من القاهره. اجدع ناس. منين؟ من القاهره. اجدع ناس. فارس الو فارس. طب فارس علق اصلا. لا هتلاقي هم بترن عليه. ايه يابا؟ الو يا عبد. انت طالع يا بنات يا ابني. ايه لازم يا ابني عادي. انت بص انت احنا بنتكلم باحترام. انا ما بفتحش لايفات على حوده اصلا يا عم. وانت في الشارع وفي سهر وشغلتك كلها لازم لازم تسايس. هو بيشتغل ايه؟ هو بيشتغل ايه؟ مطرب؟ انا بكره هقول لك اللي حصل. لا مفيش حاجه اسمها حصل وما حصلش يا صاحبي. لازم تاخد وضعك في العلاقه. هلا انت لازم تسوق. يابا انا بص يعني اكس عندي هنا كاتبين الرقم ناقصين خمس ارقام. على الله تقولهم. هقولهم. طب انا هقفل احود عشان اعمل وقعد. انت لو قفلت اللي عندك هيقولي وهقولهم. اذا انت كده غبي جدا. شفتك في ايه؟ لا تاني امبارح كنت بسلم عليك. صح. عوض يا ملك بيزنس. يا فارس يا ماهي. لا غلط كاتب الرقم ده غلط. ايه؟ انا ما اعرفش مين ده يا وليه. ما اعرفوش انا الراجل. انت اللي انا جبته يعني. انت عاجبك كده لما هو قاعد يشخر وينطر كده يرضيك؟ ده انا عملت حركه معاه خليته ينزل الاثنين ينزلوا. هما بقول لك ايه؟ هما ليه بيخافوا من الصوره دي؟ مين الانسان الرابع دوت؟ انا مش شايفاه. ليه ده فارس؟ فارس بس انت ما شاء الله مفيش كيمياء بينك وبين فارس. كل ما يجي يخش انت الصوره بتاعته مش باينه. قال لي ده ابوك؟ قال لي ده ابويا؟ انت شغاله ايه يا باهي؟ كده اشتغلت. لا مش كنت شغاله بس دلوقتي مش شغاله.
فارس هو فارس مش طبيعي مش مرتاح فايه اللي فيه لا فارس ما افور الدنيا فيها فارس لا خالص يا ابني انت انت إيه انت المهرجانات إيه يا حبيبي مهرجاناتك كلها قلب وبتاع فين الراجل اللي بيغني ده وانا جاي من القاهره متفرهد وتعبان وكده متفرهد ايه بقى فارس بقى متفرهد ايه لازم تودع حد في الشغله دي انا كنت شبهك كده خلي بالك كنت شبهك كده انت ولا كنت شبهك كده بس خلاص لقيت الموضوع هيبوخ خلاص بقى لا وعملت هنا وقفه لا يا زميلي لا 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 والله كنت شبهك كده اتنين كده عيال فارس مسوقين انا الاول كان بفلوسه تاني واقفل دلوقتي اللايف عشان ما ايه حودة النت علق يا علاء النت علق يا ابني ايوه رج العربيه يمكن يشتغل تطورت فارس عايزين دعم عن هدى عايزين دعم طب ارسل اسد واعمل لها دعم هدى ايه لا احنا كسبانين انت عايز تنزل لا مش على السكور طب بص عادي طب خلاص مش ما تطلعش مع بنات تاني خلاص انزل انزل يا عم لا يا عم انزل انزل ما هي هو محروج مني كما هي انا ما عنديش مشكله انا قلت لك انزل من بدري طب ام عمر ايه مش حاسبها واحده هي يا اخواتي ولا مش هي اللي كانت موجوده بص هقول لك حاجه خلص الجوله وهنزل تمام لا مش هقول لك يا سيد قلبك يا علا يا بعد راسي من جوه وعلا هدى ايه يا حبيبي هتنفذ علا يا يارا هتنفذه ولا على الفاضي سلام يا هلا سلام سلام يا هلا سلام يلا يلا يا بعد راسي من جوه يا بعد عمري من جوه يا حته من قلبي وحته من جبتي يا بعد راسي من جوه سلام يا هلا سلام هر اسود ومنيل هنفذ يا حود هنفذ يا حود يلا احكامك يا مؤمن خلينا نلعب انا وانت جوله يلا يا جماعه اتشرفت بيكم باي باي حبيبتي يا ماهي اتشرف لينا حبيب قلبي باي باي هنفذ يا مؤمن يلا يلا حبيبتي الاحكام يا مؤمن انا هنفذ يا حوده لو سمعت عشان دوت كده عيب وغلط لا يا ستي لما يكون في جوله كده شغاله كده وناس كده دافعه فلوس كده والجوله شغاله وبص يبقى الشغل ده ما بيحبوش بجد هو ما قفلش هو ما نزلش هو بيقفل عشان خاطر السكه والله والله العظيم كده عيب بجد شوفيه هتلاقيه قافل يا وليه ما ينفعش يا حوده لا ما تجيبوش تاني لو سمحت انت بتمسك بيه ما عندوش مستوى ما تجيبوش تاني مش على المستوى ده اخويا يا ام عمر ما يعبت طب اخوك انت واخوك على القهوه يا حوده لا هو في اي حته صلى على النبي ام عمر اقول لك كلمتين لا بجد عيب بجد وقسمت بالله انا هتخنق دي مش اول مره عيب بجد عيب 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 حوده لو عايز تستفز يا حوده انا هخرج بس انت هتهدديني ولا يخرج يا ام عمر انا ما هو اللي هو الشبكه بس احكام الجوله دي رد الجوله دي احكام يا حبيبتي يا هلا يا بعد راسي ايوه احكام مستشفى طبعا تكبيسه رجاله تكبيسه عليك حكم خلي بالك ها حوده عايزين دعم عند ماهي طب خليك معايا في الجوله دي وبعد كده هنشوف ماهي خليك معايا هنا في الجوله دي وبعد كده نروح عند ماهي حاضر يابا اعمل لي فولو اعمل لك فولو يا حبيبي اعمل لي فولو اعمل لك فولو حاضر يابا ام عمر يا جدعان يا جدعان الجوله دي مهمه الجوله دي مهمه
هو قفل خالص ولا بقى النمره ولا ايه؟ مع بعضينا يا اخواتي. الولد ده ملبوس ولا ايه؟ لا لا فاتح. الدبل يا جدعان، الدبل يا جدعان، الدبل يا جدعان، الدبل. عايزين دعم عندنا. يا ندى، سامح، يوسف، يا جدعان الجولة دي مهمة، الجولة دي مهمة. تكبيس يا جدعان، تكبيس 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 ايه؟ الدبل 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 الدبل. الدبل يا جدعان، الدبل يا شواد، يا اخواتي اخواتي يا شواد. يلا بينا بقى مع بعض بقى، يلا مع بعض، يلا مع بعض، يلا على الدبل مع بعض، يلا على الدبل مع بعض، يلا على الدبل مع بعض. ام عمو ايه مش شغال؟ ايوه مش شغال عندك ولا مش شغال؟ شغال بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يا رب، الله اكبر، فعلا اللي يصلح الحسود يا حي شيء. مع بعضينا يا اخوات، مع بعضينا يا اخوات، الجوله ما تروحش يا حبايب ام عمر. كبسوا شعر على يا بنت سلمان، ايدينا في ايد بعض. مالش يا بعد راسي يا انا، سلام سلام يا انا، سلام يا بعد عمري. قوم يا قوم يا ولادكم، هتبقى زي وشكم على طول. بتقولي ما عندكيش مستوى يا ام عمر، قلت لكم ان شاء الله هتجيلي هلع او هتجيلي كوثر وربنا هيكرمني. شفتوا عشان ارحب يا لهوي. قوم قوم نفذوا يلا، انا لازم اشغل اغنيه النهارده ليا انا. بتقول ايه؟ يلا يا جدعان يا جدعان، الناس اللي دخلت تشتم دانجر عم المجد كله. لا يا جدعان انا بهزر معاه، دانجر اخويا يا جدعان، اخواتي الناس اللي شتمت دانجر يا جدعان انا بهزر، دانجر اخويا يا جدعان. دانجر بيقول لي ان في ناس دخلت شتمته لما انا قلت انت مش جدع على ومش عارف ايه. يا جدعان انا بهزر، ايوه ده انتوا يا اخواتي، والله اخواتي، بس دانجر اخويا. معلش يا دانجر، عند انا قلبي، عند انا صاحبي، عند انا حبيب قلبي، عند انا يابا. اللي بعني براحتي، اللي بعني براحتي، قوم يا تنفس يا قوم نفس. والله العظيم لو نزل وفصل الجوله قسمت بالله العظيم. عالم او باشا بعكو كاش، واللي جرحني جرح، عيال ولاد لا ايمان عملت. كده الصوت جه ماشي. هو اللي بيتكلم في التليفون، انتوا سامعيني؟ الله يسعدك يا هلا يا بعد راسي من جوه، يا بعد عمري من جوه، حتى من قلبي. يا حبيبتي ربنا يخليكي، ربنا يوسع رزقك ويديك يا رب. يا احمد، يوسف، شيفو، سيفي دي الحكم بيشيف. الاول يا حوده، حوده هتقولي احكام تتعمل قشطه، مش هتقولي احكام تتعمل مش عامل ولا هخلع مني. لا هديك احكام تتعمل. اول حكم هتقوم تقف على رجلي واحده، رجلي ورجلي. انا عامل عمليه في رجلي. طيب الحكم الثاني هتخلي كل الناس اللي موجودين عندك يجي يكتبوا لي هنا جيش فراوله بطل الدوله لمدة دقيقتين ويكبسوا كلهم عندي. عمري ما اقول لهم الكلام ده، عمري.
ما انا خلوهم يكتبوا جيش حوده ماشي، اخوات حوده ماشي، انما جيش فراوله عصياتك على الفاضي. الحكم التالت كده ماشي كده، احكام حلوه هي. هتجيب ليمونه تاكلها بقشرها. ايه؟ ليمونه تاكلها بقشرها. اعمل ايه؟ طب حجاج والله، طب انا هحاول ارستر اللايف واشوف كده ممكن. والله العظيم يا حودة لو لا. نزلت من غير ما تنفذ. لا لا ايه دي، ما بحبش انا خليك انا مش... لا لا نزعل مع بعض. لا لا, لا. بص. يا ست بكلم واحد، انت مالك؟ يلا ما عنديش ليمون هنا. يلا ما عنديش ليمون هنا، انا مش في البيت عندي، انا في المكتب. غير الحكم الثالث ده، حط فلتر للتوك توك وشغل لك يا توك توك. حكم رابع، انا عايز حاجه ما اتعملتش يا ام عمر، الحاجات دي كلها اتعملت يا ام عمر، انا عايز حاجه ما اتعملتش، عايز حاجه جديده يا ام عمر. ما بحبش الاسلوب ده عشان كده غلط. خلاص يا جدعان، اخواتي كل الناس اللي عندك جدعان، تخش تكتب عند ام عمر حدى عمك، حدى عمك، حدى عمك حامله ناس. لا ما حدش يكتب لي حدى يا حبيبي، وربنا لو كتبت هنا ما يحصل، جيش فراوله بطل الدار كلهم يكبسوا. هم خلاص خدوا الاوردر، هتشوفي دلوقتي لو كم اكس عندي. هتقدم لو ما عندكيش 1000 اكس دلوقتي، هتقدم. لا يا جدعان، يا جدعان عشان بتعيط يا جدعان بتقمص. لا 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 خلاص خلاص يا جدعان، خلاص يا جدعان. بص يا ام عمر عشان انت حبيبتي اللي انت عايزاه، خلاص يا سيدي. ايه ده الناس بيكتبوا عندنا يا جدعان؟ مش عندنا، بقول لك اجيب لك على ناس عندها مستوى. لا حط لي فلتر يا توك توك، ونشغل يا توك توك عشان نبقى حلوين مع بعض ونلعب جولات حماسيه بس. على فكره بقى نصيحه من 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 اخ صغير ليك، نلعب جولات حماسيه. انت بتتعالجي دلوقتي من السكر فالعصبيه دلوقتي؟ يا سيدي انا بتعالج من اي شيء، قوم نفذ الحكم عشان نبقى حلوين مع بعض يا حودة. خلاص وانا موافق. احكامك يا ام عمر من الاول، يلا حط. لا يا حبيبي حط فلتر التوك توك. يلا لا لا فلتر لا، قولي على طول. طب خلاص حط حط الصوت، غير صوتك حبيبي اللي هو الصوت السابع. يا ام عمر ايه يا ام؟ هكلمك لا تغير الصوت السابع يا حبيبي، من هنا من 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 الفلاتر، الفلاتر الصوتيه. واحد بيقول لي الفلوس عندها امن من السكر. لا استنى، الفلوس عندي اهم من امك. مش لا ايه؟ طب ليه ده غلبان؟ طب ليه ده اكيد دي بيحبك. طب يلا بص يا ام عمر يا جدعان، انت قلتي خش يكتبوا جيش فراوله. تتعبيني انت في ايه بقى؟ تتعبيني ليه؟ بقول لكم يا جدعان، يا جدعان انا في مشكله عندي. جبل الشيخ حبيب قلبي، ثواني كده انا اشوف بس كده الاكونت. مصطفى، مصطفى مصطفى. نعم. انت شتمت حد دلوقتي؟ لا برجوله يا جدعان. شتمت؟ شتمت؟ أنا فاتح لايف وفي 8000 واحد في اللايف. يعني بص اسمعني طيب، حقك عليا. أفهمهالك؟ طب أفهمهالك يعني دلوقتي. أنا عارف. اسمعني طيب، اسمعني، مش هيقفل اللايف. في شباب اخواتنا بيصوروا وبينزلوا على الفيسبوك وبينزلوا على التيك توك وبينزلوا وبينزلوا وبينزلوا، فأنت لما تطلع لفظ كده أنت الناس مش هتحبك، فأنا الناس بتحبك أنت صح؟ ممكن بعد إذنك، بعد إذنك تقفل الباب وانت تشتمه بره براحتك. ماشي مبسوط مني؟ تمام. زعلت زعلت زعلت؟ لا يا جدعان زعلت ايه دي؟ روحي دي، روحي 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 روحي، زعلش مني دي يا جدعان. انا هرستر، هرستر اللايف، هرستر وافتح تاني يا جماعه عشان في مشكله كده عندي في اللايف. هرستر في ساعتها، في ثانية وهفتح تاني. هقفل دلوقتي وافتح تاني في ساعتها. تمام؟ ثانية. يا جدعان، يا جدعان هرستر في ثانية، ها؟ هرستر وهحدث التليفون عشان في مشكلة عندي كده مش عارف في إيه. في ثانية، في ثانية وهفتح تاني. سلام.
ميسر. والله كل ما ادخل عليك مقفله يا ام عمر وانت عرفتني وجيت وارسلت لك قلت لك يعني خلاص علمي. على طول انت بدك تفتح لايف لا لا مو خلاص لا لا دين هذا برقبتي ام عمر او شيء السلام عليكم السلام لله يا ام عمر كيف حالك عليكم السلام زي الفل كيف امورك كيف الدنيا معك كل شيء تمام عليك قطه برضه هتنفذها امتى ان شاء الله يا ياسر والله هنفذها لك والله هنفذها لك بس اسمع انا لما انا نص ساعه ساعه وراح اقفل راح تبقين موجوده ولا لا لا موجوده خلاص راح ادخل عندك وارسلها لك من عيوني طب لو لعبنا الجوله جي وكسبنا تبقى اوتتين يا ام عمر ترى مسكين انا عاد مو بكذا والله مسكين يعني اعتبريني ابنك الصغير يعني فهمتي ترى شيك شيك بس ما شاء الله تبارك الله الاخذه صراحه ما اخذ حته خليك في نفسك طيب بس خلص اليوم مطني يا عمر نعم اقول اليوم مطني متى تبع مصر عادي هو اللي بيلبس اخضر يبقى خلاص انت عشان اليوم الوطني السعودي ولا كذا بس لا عادي بلبس اخضر انا بحب اللون الاخضر ومين ما يحبك يا ام عمر مين ما يحبك الدنيا اللي ما يحبك ضايع اللي ما يحبك هذا ضارب جدار في قل صح اكيد تحبين الاخضر لان الاخضر ترى تدري ايش معنى اللون الاخضر انت كده بتطول ومش عارف في ايه مالك كده في ايه مالك تحترم نفسك ليش احترم نفسي ايش سوي عمر انت تعاني من ضغوطات نفسيه بالحياه انا مضغوطه من ساعه ما شفتك طيب ليش يعني ليه بس طيب اسمعني نبي نجلس جلسه نص انا وياك ماما نبي نحاول نتصافى ايش رايك نبي ابي اعرف انت خذني وريحني هذا انت رسمتك انت هذا اللي ورا رسمتي 26 ورده ما لهمش لازمه 36 مشينا فرحانين ورجعنا 36 ورده 26 ورده يا اخوات 26 ورده كل واحده الهي اللي تحط ورده تتجوز يا رب الهي اللي تحط ورده تتجوز يا رب الهي ورد 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 26 ورده ما لهمش لازمه ورد ورد 26 ورده كفو عشان هيتجوزوا بس يا يرموني باللي عندي إن شاء الله يزوج اللي عندك بإذن الله ويوفقهم يا أم عمر تستاهلين الورد للورد يا أم عمر أمين يا رب أرحب يا رحمي تراحيب المطار ترابل يا أخوات 36 ترابل الضربة بثلاثة رب ينزل أسد على مسكرات ما فيش وينزل عدف والله أنت لو ينزل لك أسد بينزل لي أسدين بينزل لك ثلاثة بينزل لي أربعة بس أم عمر اسمعين تدرين قبل يومين كنت أمدحك في اللايف ولا ما تدرين كنت أقول الإنسانة هذه لما أشوفها سبحان من زرع فيها القبول يا حبيبتي طيب ما أخش أشوفك سبحان الله من أشوفك أحس بطمأنينة لما أشوفك أم عمر هل لك سر عند الله أعطينا وجه يا أم عمر قاعد أسولف معك الله يخليك أم عمور إيش اسمك أم عمر أنت إيش اسمك هي ما راح تجاوبني اللي عند أم عمر إيش اسمه بالله إيش اسمه يا أخضر يا فراولة يا فوف يا فوف يا الله خلي لنا هالوجه الحلو طول بعمرك ويحفظك تبتدي علي أنا؟
ربنا يخليك يا اسف. اي والله اكيد من على مين اجري من عمر. عمر انت اجمل ما عرفنا في التيك توك. نعم اجمل ما عرفنا في البرنامج. نعم الله يخليك. الله يعزك يا شيخ ويحفظك ويرزقك بدال القطوة 70 قطوة و80 أسد إن شاء الله. جالوا وجلتين يا أم عموري مطيئة قولة بالعافية أطيئة قولة تانية. يعني ليش وين المدح اللي راح وين؟ يعني انت عمر ما ينفع فيك، انت هناك مدح ما ينفع وين جيناك معصبين ما ينفع وش انت إيه؟ بس علميني طريق عشان اسلك معاه. ليش كذا ام عمر؟ ام عمر امي عندي في البث تسلم لي على ام عمر. السلام عليكم. يسلم امك يا عم ويسلمك يا شيخ ويسلم يا عم. خش يا عم استحملك الجولة وتستحملك الثانية يلا عشان امي الجولة هذه صح؟ عشان ام يا الله يعزك يا شيخ. يرمون يرمون يا جماعه يرمون يرمون. احكمها يقول احكمها ليه تصحين ام عمر هذه ما احكم ما تنحكم مش فيكم هي تحكم ما احكمها يا عم احكم براحتك. بس بالله مين اللي رسم انت اللي رسمتي حالك ام عمر يا اخواتي مدام ما اعرفش ما بيفتحش يوم الجمعه باين بيأجل حاجه زي كده. الله ضحكت يا ضحكت ايام تكبيس يا كم تكبيس يا جماعه. لقيت اللي انا انتظر الله صوت مين فيه شيء زعلان اسم الاغنيه ما اقدر اعطيكم صوت الاغنيه. تكبيس تكبيس يا جماعه ما انسى الجول يا اخوان شدوا تكبيس. يا جماعة يا أخوان والله خاف صاير خاف صاير خاف تكبيس يا جماعة إخواتي نكبس يا أخواتي نكبس. أم عمر إيش برجك؟ أنا برج البتنجان. ما شاء الله واضح. الله يعزك الله يعزك. اي والله طبيعي اللي قد سافرتي برا مصر خلنا نسولف ناخذ نعطي معاكم عمر يا اخي خلاص كفايه اشغال الدنيا ترى والله العظيم يا اخي قدمي الجمهور قدمي القصات اللي معاك خلنا ناخذ يا عم قولي عم عايز ايه. قد سافرتي برا مصر؟ مين برا مصر قد سافرتي؟ رحت السعوديه. وين رحتي؟ جيتي حائل ولا ما جيتي حائل؟ رحت الرياض ورحت مكه والمدينه. ما شاء الله ما جيتي حايل؟ لا ما جيتش حايل قبل كده. ليش؟ وفاتك نص عمر صراحة حرام. تدري ما تدري ايش فيها حايل يا ام عمر؟ ها؟ ما تدري انه ايش فيها حايل؟ انا لا ما اعرفهاش. انا فيها بس المرة الجاية لما تجين السعودية لازم تجين حايل ضروري. لا مش حايل يعني لا لازم تجين دلوقتي الحبي سعيدة بعدين الله يعزك لازم تجين لانه انا يعني ايقونة معروفة بحق. لازم تاخد موت عشان انت كده خرفت في الكلام شكلك وبقيت مجنون. كده هربت تتخرف وتعمل من ساعة ما جيت وانت وشك وحش عليا كانت الأسود شغالة زي النار من شوية شغال أمامي احنا نربي رخم بالفعل رخم قوي
رخمت الدنيا كلها فيه. يا ساتر يا رب. يا ستر استر يا الله. استخدمي سائل استحمام الاطفال من جونسون لبشرة اكتر معونة. خليك كده مع نفسك. اعتني ببشرته. وشه فقر والله كلمة جد. عايز الكاس؟ ركز في بالفعل وجهه فقر. عايز تكسر الارقام؟ جيبها مني. حرام والله حرام. فك الميوت فك الله يخليك يا عم عمر. يا يسعد قلبك يا حبيبة قلبي يا ريشة. يسعد قلبك يا ريشة. اخواتي الجولة ارعب. معمر عندك مستوى جدا. كل ما ادخل معاك افوز عليك. كل ما ادخل معاك افوز عليك. الى اين؟ الى متى؟ الى متى؟ الى متى؟ حبيبتي يا ريشة انا عارفة يا منى اللي دعمته الرشاش. عملية دي مريضة نفسانية انتي. ايه يا فراولة عاملة ايه؟ دي مستوى ولا ما جاش يا منال من امبارح ان شاء الله؟ لو انت اللي كان عندك مستوى قوي امبارح. انا طول عمري اسطورة يا منال. ده انت هكتش في الجستات كلها عشان ما نزلك ما تكتش غير لما نزلك اسد. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ الكلام الفارغ ده اهو. احكام مستشفى يا منال؟ اتموت.